السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أشوف إلا السمن بحلق أبوكم، لا يا مطار همك الله لهم يحزنون. يا الله يا رب ترزقنا، يا الله يا رب ترزقنا المطر. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. يا الله يا رب ترزقنا المطر. نمرة، كيف حالكم وكيف أنتوا؟ شو أصبحتوا؟ تحيدوا اللي زرعناه هناك اليوم، أبشركم إنها نبويها ربنا بعرج والله ورق جديد على هنيبيات اللي تحيدون هناك اليوم. خلاص حمني يضرب يغلن ورق جديد، معناته إنه ضربنا بعرج. وهاي روحها نعمة وحمد وفضل من الله سبحانه وتعالى. وحين أبوي ماشي باجي شهرين والثالث بيطيح لك نار وبيتساوى الليل ويا النهار مثل ما تعرفون. السلام عليكم شامبي، صباح الخير. شو تسوي؟ ايوه هذا شغل، هذا شغل مال نمبر 1 نفر، ما يريد نفر ارباب يقول سوي، لا هذا شغل مال انت، وانت روحك تعرفه. يلا بارك الله فيك يا شامبي، شكرا شكرا يا شامبي، شكرا يا شامبي، ثانك يو فيري ماتش. بابا هناك في واحد هي بوس، ما وين من هم تعال شو بعد قص هذا هي هي قصهن وجهز دواء. هي هي تحت. يا سلام، ثانك يو هدى، ثانك يو ثانك يو بنتنا العزيزة. هذا عرفناهن على هالمثل، وهاي شو على هالكبير تبعهن يعني وهذا هذا خبز العاد وانت عارف تقدر تنفخ. ثانك يو. يعني الحين ما بتيع الدالي؟ يعني ما بتيع الدالي؟ شو يا تسوي الحين انت هناك؟ بس كلام منو تكلم؟ ايش دراني بك؟ بتكلم الجن بعد ما ابغى البن عنك. يلا تعال الدالي برمس وياك اسولف وياك شليت. شو اخبارك؟ تمام. وين سرت؟ وين خلف شوية لا بس خلف هناك؟ ايه تريقت عنده؟ لا وين كذا ينون كل مينون ترى لي تريق مينون. ايه لا شو كلت؟ لا بس لا عندكم خلف، عندكم خلف خلف؟ ايه لا صح ما كلت؟ لا وحدة؟ لا وحدة ما كلت؟ لا زهني شو كلت أدري؟ لا بيت تريقت البيت؟ وهني الريق رقم 2 ايه نخي؟ ايه نخي ناكل ما كنت نخي دنقو؟ بس صلاح ترى ابتدى يخف الحمد لله، نزل وزن شوي. ساعة وين ياس اصورك؟ شو ياس اسوي؟ لا اخ عليك يا صلاح، اخ عليك مبدر اني روحي ساير هناك. وين بسير؟ صالون؟ إيه؟ اليوم موعدك مع الصالون؟ إيه؟ ساعة كم؟ بعد مسكر الصالون حبيبي؟ مو خلاص نسيت لا حول ولا قوة. شركم ان صلاح غدا بخير وسهال والحمد لله ضعف بعد تورا ما سخت حصة في امريكا وقالت لها شي كلت اليوم بيت قوم خالد؟ قال ما شربت الا بس جرين تي صح؟ هي ما كل شي، ما كل نخي ولا كل كرواسون من هاللي تسويه هدى ولا كل شي صح صلاح؟ وما كل بيضة واحدة بعد صح؟ هي صلاح ما كل أسبتي حتى ضعف ضعف هاليومين ما شاء الله عليه. الله كريم يا صلاح الله كريم. هذه بشكارتها مسوي شو أندونيسية تلقطونها مربية أو مساعدة في البيت. متى تطلع الإبداعات العمالة المساعدة في البيت متى تظهر إبداعاتها؟ ترى عيونكم هايين محنكين يعرفون كل شيء. تظهر اللي في البيت الخادمة أو الدريول أو مزارع أيا كان طباخ يظهر إبداعاته إذا يشوف الطيب، إذا يشوف الأخلاق الطيبة، يشوف الكرم، يشوف الصدقة، يشوف العطية، يشوف الابتسامة. تظهر الابداعات كلها، تظهر الابداعات فوق ما تتخيلون. نحن عندنا واحد دريول منهم هذا رشيد بيذبح وبيصلخ
بيودي الفروخ المدارس وبينبت النخل بيشر الهريش شفتوه، بيرتشب الكهرباء، بيرتشب الليتات، بيدور دور ما دار الليتات اللي على الحوي، بيبطلهن بيمثثن من خارج ومن داخل بدون قول، بيغسل السيايير، بيوديهن الميكانيك، كل بيب منكسر، حمام الله يعز بيك والسامعين شي بلا، كل خدمتن بيسويها بلا يقول. هذا كله من الطيب والمعامل الحسنة. يوم بتعامل حد المعامل الحسنة بيبدأ في خدمك وبيتفنن في إرضائك. لازم الطيب، هاي خدمتهم جاي عنده يصير مربية وطالعوا يوم شافت نحن هاي قالت هب الله أبوي هم اللي عندهم تسوي هذا، أنا بسوي اللي أخير. وشوف إيش قال سوته، تحرى هاي ديلة بنيه مسوت لنا هالكرواس وخيب تخيب من دبانة. الرحمة ما شي شراتها، الراحمون في الأرض رب العالمين بيرحمكم يوم بترحمون. هاي الناس ودروا هاليتم، ودروا ريالهم، ودرن ريالهم، ودروا حريمهم، ودروا عيالهم، ودروا بلادهم، ودروا امهاتهم وابهاتهم لجل هالبهانس اللي يحصلونهم من عندكم. وفوق هذا غربة، فيبالهم شوية حد يدفعهم ياخذ بيديهم يساعدهم. والله يا ابوكم بتحسون بسعادة. انا اقول لكم لو بينيرح صبعي، ازموا يبنجحون يصيحون صياح. لو بيتأثر اي حد من هالبيت بأدنات الدون انجلب ماتم بيتنا غدا، ماتم العدوان غدا من الصياح والنياح. شمنا قلوبهم نعاملهم بالطيب، فلذلك كاسبين ودهم وارضاهم. معلوم انهم معلوم ان هاي شغلتهم، بيشتغل لك الشيء اللي هو حتى ما بيبدا، لا عسى بيبدا. لازم الطيب. الرساله تو من عند اظني ام شيخه اسمها، تقول لي انا يوم اعطي بشكاراتي شيء ولا المربيات شيء، لا بس يسدها رواتبهن. هاي عمتها تقولها، يسدها راتبها، لا تعطينها زياده، يسدها راتبها. هاتن ليايات حق الشغل هذا. لا يا مايا ما بالليايات الشغل، الشغل هذا لازم يبى ابوي تكرمين اللي يشتغل عندك، ورب العالمين بيكرمك بالصحه والعفو والعافيه، وبتلقطين عيالك بخير وبيتك بخير، ولو تودرين اللي تودرينه ما بتلقطين مختلف ولا متحرج. لا اللي بيروف باللي عنده في البيت رب العالمين بيروف به، وبيروف بهالبيت. ها بيت يرانا من دبينا، هذا من سحهم، هذا البيت، هذا البيت بيت ابو خالد يرانا. لو بيسخن الملح حارس مو بيننا وبينه، بارك الله فيهم. هذا الله يحفظكم من زرعتهم، زرعة البيت، زرعة بيت العين. طال شيء من كل نمونة كل شيء عندهم من دبينا هنا. طعومهم بمعان ويبري وخنيزي وخلاص تحت منقير، من كل شيء، من كل شيء. قريطيس وقريطستين، وها وهذا خلاصهم. خلاص ترى هذا ما بنتاج مزرعة، انتاج بيت. مشكورين وجزاهم الله خير ما قصروا. هلا الفراق وخاطري منكم ما طاب. وين صلاح؟ وين على الله حيله؟ وين؟ وين؟ شو صلاح؟ صالون. يقول صلاح في حد قدام هناك في صالون ولا سيد هو يصير؟ أنت روح صالون سيد. سيد أنت خصوصي. خيخ أنت خيخ. أول أنا. أنت أول، أنت على طول الأول. صلاح. جت الهوية مال هذا. مال ذوي الهمم. ما أعطوك الهوية؟ لا. أحبي راح البطاقة داخل يودينها في الصندوق التجوري خلاص. زين يوم بيت العصر ما نجيك إياه. زين thank you. وين ساني أنتم؟ البيت فلاح ولا الصالون؟ صالون أول. إيه بتغدون عندنا؟ لا. دي شو غداكم أنتم اليوم؟ ما أعرف. ما شيء هامور اليوم؟ أمس. ما أمس هامور؟ صلاح أمس ما شفت الفيديو اللي طلعت لك إياه مال هالهوامير؟ لا الفيلم بس الواتساب. أزاد قبل. شفته؟ إيه. منو طرشنه؟ طرشنه أبو علي. علي. أبو علي. إيه. قال أبو علي ود خلي صلاح يشوف هذا مال هامور. قلنا إيه. ولا شيء تاه شوف
روح أبوياب حيث أن أبوي شاف الأناس وشاف اللي وادهم هل البيت يعيبهم الشيء الفنان. قال أبوي إلا بطعمكم من أبوي الحيب. صار أبوي كسر رواكيب من فوق، رواكيب قطعهن بس هنا، وقال أبوي يحب طعمكم أبوي حين فرش مرة طازة. ثانك يو يا شامبي، يا شامبي يا ابو المارد. دبارك حدك تليفون. ايوه كم هالشيء جاي بعد حطي هذا كله هنا. انا شو هذا، يلا حط لي واحد نيم. ما في نيم. يلا دير هنا بوت الدير والأوبن الدير بدي اسمع. يلا دي أذا بول يا بها شيء وايد حلقة راطيس إلا كم تسوى روحا. ما تبونهم يتوحون بيتوحون هو يشوفون كل هالدنيا كل يوم شيء كل يوم شيء. يلا أوبن أولفت. وين ما تبونهم العرب كل بيت وحان كل يوم يشي كل يوم بيزيقون لازم بيت وحوني ونص. عارف أوفر ذا سون هم إنسايد عارف حبشة هاي الدنيا يا بك حتى ما بارو ما ألبسه هذا هذا بحطه بين العطورات خيبة بيت كبد. أنت أوفر ذا سون أخوه ما بلبسه هذا بحطه بوي نشوت بين العطر بين حط ابوي عدال عطر. استغفر الله العظيم. ما بيهون علي يلبسه ان شاء الله القياس ضبط له سايز تباركه سايز بل هي سايز تن عندها ما زينه. وين بيروم يبقى ما بلبسه اصلا بحط ابوي دلوين وين العطورات هذا شو اقولكم حل مال ليله القدر اشوف انا خو وين خو برادر. يا سلام سلي شيء انا في ضرب الله تهلي يدين المحجسات. يا الله منك زين نيم ما في نيم from where this, these things وهذا نزيل خلاص بنعرف من وين. يلا عادة هبل أنا بوش بطالع وايدين يبون يطالعون. يلا بعد إيش أبويها كل يوم الجوات العالمي كل جوات اليوم. يا ربي ما يلبس أبويها ما يلبسن أبدا ما يلبسن. اي ربوي يتصور عدالهم يدورن ابوي فيه ان شاء الله ينعاد قدي كما وثبه سايد دور. تن حتى لو ما بتن بصقرها ريولي بطولها على هواي. ما بي هنا كلود ذس بوكس. شكرا يا ابوي شكرا للي طرشت هذا الشيء كامل هذا الشيء اللي طرشته شكرا لك شكرا جزيلا. الحين المشكله لا شيء بطاقه لا شيء همك الله لا شيء ورقه ايش قال نعرف له هذا الحين ايش قال يطير شو له شكرا ايش قال ام هذا ما بلبسه هذا بحطه وين العطورات قلت لكم كلهن اصلا كلهن ينحط العدال العطورات عدالنا يا ابوك ليتك عدالنا ولا ليتك عدالنا اللي طرشت هالشيء كله كان بنطعمك من هالحيب الفريش اللي مره توه. هذا ابوي ترتيبنا للحيب ها على ما تشوفون ثلج مره يزعوت يزيع ها على ما تشوفون يدع ابوي هذاك الراكوب واظهر من هذا الشيء حراه هاي يوم يقولون فلان اصطار شرات الحيب هذا اللي يطرون الحيب ها اصطار شرات الحيب هذا اللي يطرونه يقول لك اصطار شرات الحيب
يا بوك ما زين اكل الحليب وانت لابس النعال الصندل الجديد هالوي فيتون. ما زين اكل الحليب، اكل الحليب يوم تاكل الحليب وانت لابس النعال الجديد الصندل الجديد. يا سلام اليوم وين اتحاكى عاد قلني ناوي اظهر، حتى الحين ما بظهر ما حولي ظهر بس الا طالع الحين تعملته لذ اللي في الدنيا كلها فيه وايد فنان. اللي مطرش خدمة تمها اللي في الجزائر وقلت لها تحط فلتر، عقب قالت لي امها مسوي خمير والله هاك الخمير كل قرص هالمثل، وقلت لها لا خليها تحط فلتر، قالت امي حرمة عود ما تعرف تحط الفلتر ما تعرف الفلاتر. تلومت انزين انا نزلت الفيديو يا غير دورت الحين في الستوري ما لها في الستوري في الجاليري الدباب مخلينا الروم نرمس ما لقيت على اساس احط عليه تعليق والله هاك الخمير اللي بغيت ارد على حساب على رقمها ما عرفت لها كيف ارد لها على حسابها في السناب. زين ابوي دخيل طرشي المقطع مره ثانيه وبنعرضه سامحيني. تقولون وين هالخت كلها؟ وين سرت؟ سرت ابوي البلاد دخلت ابو ظبي. جيت ابو ظبي الله يحفظكم بين ايلط اللحيه وشوف الشنب اكبر غادي تحريناها غراب وغادي سحو شامي شعره بيضه وشعره سوداء. لا والله البيضه اكثر عن السوداء. بعد شو بعد بنادم قريب يسك الستين بعد ايش خانته؟ الحمد لله. لا والله توي هو بادي اشوفها غير ايش بتسوي يا بنادم؟ ما في كسر ميادي في حد من العرب. بتوحوني بتقول عنب وانت شي يعني الحمد لله. المهم انت بخير وسهاله وكافي خيرك شرك ومصبح بخير، لا عندك ويا السائرين شيء ولا ويا الجايين شيء، ومسالم وتمشي في سبحانيك رب العالمين بيسر لك الامور. مدشعر شعره بيضه شعره سوداء حلو ماسخ كل يمشي خلجة الله، كل زين وله سن وكل شكل وله عمر. وعلى ما قالوا هالاول كل ساقطه ولها لاقطه وكل ساقط وله لاقط ما شيء ما الناس اذواق بعد كان في اكل في شرب في هندام في ريح في كل شيء في الدنيا له مزاج وله طلب وله نوخه وله مزاج روحه. ترى ساعات يطلب عليك المزاج شو يطلب؟ انا ساعات ترى تطلب غنيه اصبح الصبح جاي في بالي غنيه معينه ويلس طول النهار الوت لساني الا في هاي الغنيه من اصبح لين امسي. ساعات تطلب وياي لين يومين ثلاثه وساعات اكل معين تدق على خاطري ساعات. يعني اليوم متهلع على شو؟ على الحليب على الحليب والله النبلي يقول يوم ياب اني تهلعت عليه وغسلنا وحطينا عليه ثلج وما زين غد يا ربي طرشوها للبحرين نحن نسميه يذب. زين ما الي ما يبي ضرابه كلتني وحده كلتني ما خلت شيء. لا غلط انزين امايا ما قلنا شيء غلط براي نحن نسميه حليب انت بس سميني يذب برايك حتى نحن شيء من الشيء اللي نحن في كل بيت لك 600 كلمه تنقال وكلهن صح مش غلط. هي قالت لي غلط خيبه وقعتني وقعه. الحين هل انا قلت لكم اني سالح الحلاق لو ما قلت؟ ما ادري شو عفدني على موضوع اليذب وموضوع ما ادري شو موضوع انا فاتح السناب بقول لكم اني سايل الحلاق. ليش سايل الحلاق؟ لانه باكر وراي سرحه دبي من الفير عندي موقعين بسير لهن كل واحد منهن اهم عن الثاني واثنين اتم مهمات وسرحتي ان شاء الله باكر الصبح الساعه 7:30 بحرك جده دبي. اول موعد الساعه 10 وموعد الثاني الساعه 12 وباثنينتن كل واحد اهم عن الثاني وكلهن دعوه رسميه. والامور طيب وشيء جميل شيء ممتاز ينفع الدار وينفع اهلها وينفع من سكن فيها وينفع الناس كلهم ينفع الناس كلهم. مكان اللي يصير بكره باثنينتن كل واحد منهن اهم عن الثاني بنصير انا والخبير ان شاء الله اذا رجعنا والحيين الخبير منهل.
والامورنا الحمد لله طيبه. مكتبنا في دبي اللي هو مكتب الخالدي للاعلان الرقمي الحمد لله اموره طيبه وماشي على قدم وساق، اللهم لك الحمد. وفيه في ساير وفي جاي وشيء عليه حركه، الحمد لله اموره طيبه وزينه. الادمي يقول الحمد لله على كل حال امورنا فوق عن الطيب وفوق عن الممتازه وبعيد اخير عن عرب وايده. الحمد لله رب العالمين. الادمي يشكر على كل حال، ما بالك الله منعم عليك وما تشكر تصيح بالمالحة، رب العالمين بيندب لك ابوي نقمة تضربك على خمرة راسك وبطيح طيحة بنيان، بطيح طيحة بنيان، سقطت البنيان ما شي شرادته تأثر يوم يسقط بنيان في السنين الأولية تستوي وهيه الأول تستوي وهيه في الفرجان. إيه يوم يسقط البنيان بمعنى سقط بنيان يعني مات بنيان الأول في مدينة زايد. هاي ترى أنا تدروبي وين الحين؟ إيه بسم الله أنا في مدينة زايد الحين. هاي البنايات دور ما دار مدينة زايد، هاي مرهوز وهاي مدينة زايد دور ما دارها كلها بنايات، والبيوت داخل، البيوت داخل، بيت قوم صديق، بيت قوم حياة عبد الخالق، بيوت بيوت بوظبي كلها 90% أظهروا برا، يا غير 10% الفرجان هالهني بعدهم تامين مكانهم ما بغوا يظهرون، عندهم أراضي وعندهم هنا، لكن ما بهاين عليهم فارجون مدينة زايد مستوينهم وبهاتهم ومهاتهم ويدودهم، وين بيودرونها؟ ما بيودرونها، نحن هانت علينا وظهرنا. لا والله نحن ما بعسب هانت علينا، نحن خلاص يا القص وين بنسير؟ نحن يوم يانا القص مخيرين، مش مخيرين مسيرين، ضروري تنش لأن ما في مشاريع. هم الفريج هذا الفرجان هاللي عالي بيوتنا هاي لا قال بغيتوا تيلسون تتحولون تبنون بيوت شرات اللوادم تردون فيهن، هم هالشي سووا، تحد منهم تحول بيوت مؤقتة ولين عدلوا بيوتهم بنوا من يد ويديد وردوا سكنوا. يا ربي يلا بحلق قوي يا ستري. يتخبرون عن محسن، محسن بو نبي قبل أسبوع وقبل أسبوع وقبل أسبوع، اليوم وبكرة اليوم وبكرة حجزنا، قال خالد خلاص سوي لي التذكرة، سوينا على التذكرة وخلصنا وسوينا الحجز. مامتي عيانة، مامتي في المستشفى، قلنا إن شاء الله مامتك في المستشفى ولا خير، قال احجزي بعد أسبوع، قلنا ما بنعطيك بس بسوي بعد أسبوعين. فحين حجزنا لتاريخ 11 يوصل الساعة 11، شوفوا يوم 11 يوم الأحد تاريخ 11 بيصادف يوم الأحد، شوفوا أنتوا 11 من يوم الأحد الساعة 11 الصبح ضحى طيارته، شوفوا الصدف ايش قايل. فسوينا على الترتيب هذا وان شاء الله بيجي تاريخ 11 الاسبوع اللي جاي، الاسبوع الجاي امساس قاطعين له كل شيء. يا غير قال والله مامتي عيانه قوي، يقول في دم كذبه ما يوجف، يلا عاد هو في الكذب حدث ولا حرج. والله يقولكم يا سنم السنين كذب علي كذبه ما شيء كبرها. خالد مامتي ماتت، مامتك ماتت ولا خير؟ قال عشان ندفنها لازم مصاريف دفن، قلنا هذه مصاريف الدفن، صبروا عاد احبتيكم السالفة، هذه مصاريف الدفن انزين. قال بعدين لا الخرقة، شو خرقت؟ قال هاي خرقة 40، قلنا ما علي هاي 40 انقطع اسبوعين ثلاثة شهر شهرين ختل ختلة ولا رد لا عدلة ولا عوية الرمسة. ما وعيت كم من يوم الا امه متصلة، سلام عليكم يا حق خالد. قلت عليك السلام يا امو محسن، اخوك محسن عمل خبط بالموتوسيكل وتكسرت رجله. قلت تغربلت يا ام عيزه، الحين انت ميته على اساس انك من شهرين متى هو قتل؟ قلت هي نعم هو جات لنك وخذ ابوي مال الدفان وخذ مال الغسال وخذ مال القبر، وحين انت متصله عسى بريل انكسرت، بريله انكسرت، اتصله يوم بتنكسر قبته الحينه يا ريولي ما شايلها ما شايلها في لها الحقه، يوم بتنكسر قمت اتصلي وسكرت عن هالتليفون. وبس من هاك اليوم قال ما بكذب، وحين ساير في الكذب اللي ما يوجف الحين. قال مامتي عيانه ما يندرى بعده، قلت له سير لها وصورها في المستشفى وهاي الساعه بنعرف ان مامتك عيانه. كذب، عرفت 20 سنه ما عرفت مثل ما عرف عمري.
شيء وصف عند هال ابو ظبي او هالامارات، يقول لك يرزونه ويا الجنة ويطيح ويا اللي يريد، يرزونه ويا الجنة ويطيح ويا اللي يريد. الجناة قطعة خشبية عبارة مثل الخيزران او مثل هي من شجر البامبو، شيء احجام ضعيف واحجام متينة، اطوالها تتراوح بين مترين وثلاثة واربعة ونص متر وحتى ثمان امتار يوصل ارتفاع شجرة البامبو. فلذلك يشبه قوة وصلابة البامبو بالشخص القوي، الشيء اللي ما شيء شراته اللي ينضرب بالوصوف ويطيح ويا اللي يريد. اللي يريده نوع سعفة النخلة، اللي يريده اللي عليها الخوص، هذه ساعات يستعملونها كستاند او شيء وقت، يعني شيء يسندوه بطرف الشيارة ولا شيات ولا اي شيء، لكن هذا له عمر معين. اي مهب عقه، اي تغير مناخي تاحه. البامبو اللي هو الجنة ما يعول لكل الزمان. هنمون حد من البشر، هنمون حد من البشر لو بتعزه وبتحطه في منصب وبتحطه في جاه وبتحطه في موقع كبير او مكان مرموق، لا بد له من مسمار جحا، لا بد له من الانتكاسه وبسرعة. فلذلك يقال انه يرزونه ويا الجنة ويطيح ويا اللي يريد. الحين انتو حكومتكم عازتنكم وحاطت لكم المراكز وطرق الدراسة وطرق العناية بأنفسكم والطريق اللي توصل به إلى أعلى المناصب، لكن بالدراسة مش بالقوة، ما بالضرابة، ما بالأصل، ما بالفصل، ما بالمحسوبية، ما بأنا وأنا ومن خدني اغتنى أني أنا ولد للعائلة الفلانية، ما شابوي حين العائلة الفلانية وغير العائلة الفلانية. عائلك أبوي شهادك، اثبت وجودك، تفوق، قد ييب المناصب، وصل للمنصب الكبير بالشهادة، ما بيدك، ما بخالي فلان وعميه فلان وأمي فلانة ولا أنسابي الفلانيين. هذا أبوي كله خلى عليهم الناس، عليهم أبوي. ليس الفتى من قال أبي فلان وفلان، بل الفتى من قال ها أنا ذا. إثبات وجود، أظني صح، أظني هالكلام المثل يمكن تعلمونه. فما شيء تتباهى بفعل يدك وخالك وما أدري، هذا كل ساروا أي هذا أسد عليه هرشاب وخذوا نصيبهم وكتبوا أبوي في صحايفهم. باجي حين أنت يا الولد ولا أنت يا الحفيد، أنت كيف بتوصل إلى المركز هذا؟ كيف بتحافظ على صيت وسمعة هاليتك بسمعك الطيبة بعلو شانك عن طريق الدراسة، ما عن طريق نسب ولا حسب ولا أصل ولا فصل. أقول لكم السنين الأولية فالشغل ما بعيب، كل ما اجتهد النصيب، بتجتهد بتحصل وظيفة زينة، ما بتجتهد إن كنت ذكر ترى بتشتغل كولي، حمالي بويلة، وإن كنت أنثى أيا كان حسبك ولا نسبك بتشتغلين فراشة، بتشتغلين دريولية، بتشتغلين في الدولة من غير. انتو طالعوا التاريخ، طالعوا الدنيا، انتو طالعوا والله العظيم سنين الأولية. بخبركم عن سالفتين، هذا الله يسلمكم من سنين، من السبعينات ونحن نسير لندن ونتبيت بشهرين والثلاثة وناخذ شقيق، هاك الوقت اللي خطف نتيامع نحن وجماعة من شرق ومن غرب من دول مجلس التعاون ويا زبون يسيرون علي ويسيرون ويون، انا اشل وياي شل من ابو ظبي 90% منهم باجين، ما حد مات، كلهم من سناين فنقزر وقت في لندن. منو يجينا؟ يجينا واحد نحن مسمينه زنجبيل، شي ضعيفوني تستصفرونه ولا هي بهلين، هي موجودات صوره. المهم هذا الشخص اي فقير يكوي ويغسل وعيان وياكل ويشرب ويانا ويجلس المده اللي نحن جالسينها كلها المده 3 شهور يودر، هذا عنده لجوء سياسي. انت منو؟
انا يدي امبراطور. يدك امبراطور فينا تغسل ثياب وتكوي ما ادري شو. ما لقينا بال طول هالسنين. تدرون شو ظهر هذا عقب ما مر ما يقارب 25 سنة 27 سنة ونحن ناكل ونشرب وياي غير يقول يدي الامبراطور ونحن ما عرفنا منو يده. ما كان يخطر لنا في بال. تخيلوا ما بلا عندنا نحن ويرحمونه العرب من شيخ ومن عشيري اللي يجونا البيت ناكل ونشرب وهذا ياكلون يشربون يعني يرحمونه يعطونه المتيسر من كل الفئات. احنا الشخص هذا اللي انا اطريه يعني كل العرب اللي سيرون ويجون لندن هاك الايام يعرفون منو اقصد. لكن انا ما يعني ما ادري شو اقول. الامراض تدرون منو ظهر يده؟ ما ندري ابو هذا منو طلع يده امبراطور يده اسمه نسيت البلاد اظني كينيا ولا نسيت شيء. هيلا سيلاسي هذا من اكبر امبراطور في افريقيا ما يسمونها بلادهم. هذا يستوي ولد بنته ساير لندن هاتش السنين استقبلوه بروز ريزات وعلم وخبر. عقب ما وصل لندن كمل كم من يوم يومين نهار ثالث هو طول الوقت يقول انا وانا اركب روز ريزا. هو حتى مشيته وطريقة كلامه وطريقة يعني واحد بزاي بالرغم انه واحد غير نمونة شي تستعلك شي يعني رفيعوني وتزدريه شكله يزدرى. ها المراد شكله غليويسه لكنه مرة عادة مشية واحد من هني لهناك يباله نص ساعة لين يمشي يتمخطر ابدا. واحد ها شنق بن عنق حيده اللي يبه ثلاثة ماخذ 75% من الوي. المهم بشنيته المهم تدرون ان يد ظهر هيلا سيلاسي طلع امه بنت هيلا سيلاسي حفيد هيلا سيلاسي هو. واول ما وصل لندن عقب يومين ثلاثة استوى عندهم انقلاب في بلادهم وقصبوا هاليته كلهم. هو الوحيد اللي ظهر شرات اللي ضربت شرات ام الديفان وعاش في لندن. عطوه لجوء سياسي في الشهر يعطونه 50 جنيه 50 بام لين يومك لين بكره باجي موجود ما مات. يا غير انا ما نسيت وين كيف اقدر نسيت ما تفيقت لعاد الحين. لكن هو باجي شو اللي خلاني ارمس في الموضوع هذا وهذا هاي شخصيه. الشخصيه الثانيه يعني شوف الحايه لان ما عنده شهاده قال انا يدي الهيلا سيلاسي وانا من حفيد الامبراطور والزمن جار عليه واشتغل يصبق هواء ويغسل عيان ويقطع لنا البصل لنا والغيرنا لنا والغيرنا وايدين من هالكويت وهال السعوديه وهال يعرفون زين ما زين. لكن ما برايي ما الطري هاي يسمونه ما فيه حد ينقمني انزين. فالله يسلمكم. الانسان اللي ما يعتمد على نفسه بلي شهاده لازم هذه تواكب العصر تواكب المتطلبات. يعني تاخذ انت تدرس شيء ما له اختصاصك ما حبه يطلبه اي شهاده هاي بتشقلك خلاف اي حد بيشقلك منو بيشقلك لانك اختصاصك شيء سوري ما عليه كلام تقولون شيء شرق وشيء غرب. لكن بالخلاصه اخر شيء ترى قايل لكم انا مش اعلامي ولا بمال اعلام انا انسان متعلم من الدنيا. هذا واحد الله يسلمكم بعد مربعتنا الا ماي الناظره وامي الناظره وامي الناظره وامي الناظره قزرنا وقت انتلاقى وياه فصحار وسنه ورا سنه وسنه ورا سنه وكل العرب تزقره ولد الناظره. يا ربي يا سلامات ما اقدرها كله رب ربعتي يزقرونه ولد الناظره وانا مقتنع ان ام الناظره يعني الناظره يعني مديره المدرسه. سرنا صحار ويينا عن طريق حتى وبنبات في الفندق اللي في حتى واللي بال نسيت والله شو اسمه الفندق هذاكي من سنين الموضوع اكثر من 30 سنه. يوم سنة الله يسلمكم اسمع اذكر انا في نسيت والله حتى اسمها انا نسيته. ليش اقول يذكرونكم ولد الناظره ترى ما هي الناظره
اشوف ربعتي يضحكون. قلت ليش؟ قال ترى ابوي هذا امه ما بالنافره من يوم هو صغير، امه تشتغل فراشه في المدرسه، وهو يخيل يقول العرب ان مايا فراشه في المدرسه، فدوم يقول حق ربعته انا مايا هي النافره، فلذلك صار عليه الاسم من يوم هو صغير لين قدر ريال بلحيته يزقرونه ولد النافره. وهو استعر من ان يقول انا امايا تشتغل فراشه، ترى الشغل ما بعيب، يا آلاف مؤلفه اشتغلوا كوليه عيال كبرها واسمنها اصل الناس واخيرهم وافخرهم. نعم اشتغلوا في الكويت وغربوا وفي السعوديه، حتى في شركات تكشير الربيان اشتغلوا ريايل بالحام وربوا اخير العيال، عيالهم فيهم من وزير وفيهم من عالم وفيهم من دكتور وفيهم من بروفيسور وفيهم من مهندس، وكانت ابهاتهم تشتغل في شركات تكشير الربيان في الدمام. ما بعيب ولا بغلط، الشغل ما بعيب ايا كان، فراش، المربي، الطباخ، سويبري، دريول، معاوني، كلها اشغال، ولكل مجتهد نصيب. الانسان اللي عنده شهاده بيحصل خير وظيفه، واللي ما عنده شهاده بيشتغل مراسل. ما بعيب، العيب ابويا السرقه، العيب اللواته، العيب الكذب، ترى ما شيء يخص عن الرجال اللي يكذب، ما شيء اخس عن الرجال اللي يكذب ويتباهى بشرق وغرب وهو ما عنده من ربيه هانتين من العلم. فخرك وعز بلادك دراسك، هذا الفخر. شيء بيت قصيد مال بن ظاهر، المال يرفع للدويني راسه، المال يرفع للدويني راسه، والفقر يجبو بالشباب المتبهللي. شباب متبهلل رقم واحد، ها يصارك يا غير ما عنده بيزات، شيفت جابي ما يسوى تفطح. واللي عنده بيزات، حيث انه عنده بيزات وعنده مال ومتقوي، بتلقط ابوي هذا رافع راسه لانه عنده مال. ترى المال يرفع الدويني راسه، والفقر يجبو بالشباب المتبهللي. الدويني الله يحفظكم جليل الاصل، كان مدام عنده بيزات ارتفع شانه. من وين ياب البيزات؟ ياب البيزات من العلم، من الدراسه، ثابر واجتهد، حتى لو اصله ايا كان اصله بيرتفع، بتيه البيزه، بتجري في ديه البيزه، وراعي الاصل والفصل. منو بيشاهد يوم هو قحي ما عنده بيزه شرخيه حمراء يحط بها عينه؟ شو السبب؟ ما كمل دراسته. لكن ان حصل اصل وفصل ودراسه وثقافه ومال، نعومك رقم واحد هالادمي، لانك انت وهذا هو اللي مطلوب يكون موجود ويكون يغطي رقم كبير من شريحه من شرايح المجتمع الاماراتي. الاصل موجود عندك، والدوله فاتحت لك مجال في الدراسه ومن علم ومن جامعات ومن كليات، افخر واعرق جامعات الكون موجوده فيك انت يا الامارات. شو اللي يخليك انت تغادي فراش وتغادي ما تلقط وظيفه غير السمع البطاله؟ بتعامل الخياس بيفنشونك، بترتكب جريمه بيفنشونك، بتسوي غلط بيفنشونك، ما عليه، تبت لك، حتى لو تبت من عقب الشو، ما عليه، رب العالمين غفور رحيم، بتحصل وظيفه غيرها. لكن لا تجلس الطالب تقول انا كان وضعي وكان وضعي، معلوم وكان وضعك، ما باليد حيله، شو بتسوي عاد؟ لازم انك انت حين خطاك هاللي خطيته تتحمله، لو بيغفروا تغير رب العالمين غفور الرحيم، والبنادم ما بيغدي اشد عن رب العالمين، بتسامحك الحكومه، بتسامحك الرب والعرب، بتجتهد بتحصل لك شغله. اللي بتحصلها ما بتكون مثل يوم انت جنيه محكحك، اول ما ظهرت قبضت الوظيفه الفلانيه كنت جنيه محكحك تبرق سبيك الذهب، الحين انت استوت فيك خله، فنشوك من شغلك، هاك سويت دست خطا وفنشوك، حصلت الحين وظيفه عاديه
بتقول انا كنت متكيف على الوظيفه الفلانيه، خلاص عاد قطار خطف هذاك القطار، الحين انت حينه قبض الهزيله لين تلحق السمين. هذا ردا على اللي يقولون والله نحن كنا قابضين المناصب الفلانيه وغلطنا وفنشونا ونحن عندنا بحريم وعندنا بيوت وفاتحين هالكذا، ما علي هذا لو اليوم عندك الحين ما عندك، الحكومه تجلس تكد على اربع حريم و40 ياهل، ولو كان الحكومه قدها وقدود ما شيء مشكله، لكن اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. تراني وصلت البيت انا ابوه هروم اكون في الريس من ظهرت من ابو ظبي لين وصلت محمد بن زايد، في الريس كامل من ظهرت من ابو ظبي لين حي وصلت البيت في الريس ما شاء الله علي. هي لك مواضيع انا اللي فلذلك انا القصد كله من الرمسه هذه كله القصد ان كثره الحكي لما لمعنه الكلام اللي ما فيه فايده مره ما فيه فايده، الكلام اللي ما فيه فايدة تركه فايدة، وايد ضروري ان الانسان ما يجلس اي شيء يسويه في البلاد يجلس يشهر في بلاده، قالوا الفلانيين فعلوا العلانيين كيف فلان يقول كيف فلان تقول، الدار محكومة والدنيا تمشي الصراط المستقيم، دولتنا دار بلد يا ربي العرق، البلاد بلد قانون، البلد بلادنا نحن بلد قانون، مش غابة مش غابة كل يقبض تليفونه ويلعلع يسب فلانة ويسب علانة يسب هاي حين فلانة ولا علانة اللي سبيتوه انتو يروم ابوي يرفع عليكم قضايا لين يوم القضايا بيغدي مليونير في خلال يومين من كل واحد منكم بينبص ابوي من عينه 50 و30 و100 ألف ما يدرى عاد الغرامة كم. انت تسبون ما لها معنى المسب والتشهير بأي إنسان تسوى شيء غلط، الدار محكومة. الحين انت لو تسوي أدناة تدوم في بيتك ما تعاوفهم لا يوك البيت يوك البيت شلجله لأنك انت مسوي غلط، فالدار محكومة ما في شيء سايب ولا شيء محطوط ابوي على اللاتري ولا على قارعة الطريق. قارعة الطريق مكبرها ما اروح حياته. ارد اعيد لكم البيت مره ثانيه، المال يرفع للدويني راسه والفقر يجبو بالفتل متبهللي، والعنز لو تولد دراهم شيورت ويقال يم قرين وين المنزلي. الحين حتى العنز يوم عندها بيزات يجي ها ولا برد عليه قرب الله هذا الخبير ها الف ودي الحين داق لي تيل هم بساعلين الحين ولا يدق الا يوم يحيدني برمس. العنز يوم لو عندها بيزات بيعطونها راي وبيشاورونها وهي مقرون بيقولوا لها ابوي البيت وين؟ بتقولها كل بيت عنز وين حد يسالها؟ هذا المال، المال يوم يدور عند حد وهو ما يستاهله يحط عمره امبراطور وهو اجوف من داخل، فلذلك مال ودراسة وشهادة وأصل وفصل يتيامع عن ضربة هذا وانت مغمض حياة مستقبل كيان شخصية توفيج من الله سبحانه وتعالى ومخوفة من الله، وهذا كله إذا يتوج ويكون مختوم بأنك أنت إنسان خايف من الله وراعي ذمه وهو بينحلف براسك، حرام لي ينحلف براسك دين وثقافة ومخافة من الله وطوع وأصل وفصل وجاه ومنصب، هذا يا ابوك انت تتوج، هذا يتصلى على دايل ثوبه يتصلى على دايل ثوبه ويتصلى على دايل ثوبه ان كانت حرمه او رجل. وايد درست وياكم بس عاد عليكم نعم والله يلا بنلبس خلاف. اقول لكم وانا جاي الحين قرب الباب ولاني جاي مسج من برق الامارات، محمد بن زايد بمباركة خليفة عقدنا اجتماع للمجلس الأعلى للبترول واعتمدنا 486 مليار درهم استثمارات لدعم مشاريع أدنك للنمو والتوسع في السنوات الخمس المقبلة، كما اعتمدنا استراتيجية شاملة لتحقيق
الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة السعة الانتاجية للنفط تدريجيا إلى 5 ملايين برميل يوميا في 2030. الحين أرمسكم بعد المسج هذا. المجلس الأعلى للبترول برئاسة محمد بن زايد يطلع على نتائج أدنك خلال عام 2018 التي تضمنت اكتشاف 15 تريليون غدم مكعبة قياسية من الغاز ومليار برميل إضافي من النفط الخام. يوم بترمسون وعندكم رمسة وعندكم حديث انتو هلبة السوشيال ميديا ناقش المواضيع الشيء الإيجابي، الشيء اللي يرفع رأس البلد، الشيء اللي تتفاخر به اللوادم، الشيء الإيجابي، الشيء اللي يفيد الناس. ما بفلانة قالت وعلانة قال، تازمون للسيف لي والترس لك. خوضوا في المشاريع هذه، تباهوا بمكتسبات البلد، اكتباهوا بالشيء اللي نحن وصلنا إليه ولله الحمد بظل قيادة الشيوخ الرشيد والقيادة الحكيمة لولاة الأمر. هذا اللازم اللي يتباهى به، هل تلقطون إلا فلانة قالت وعلانة قالت. والله العظيم ليت إلا عندي الشور، ليت إلا عندي الشور، ليت إلا عندي الشور، لكن ما باليد حيلة. يا الله يوفقكم إن شاء الله ويحفظكم ويحفظ دارنا ويحفظ إن شاء الله كل إنسان عوي إن الله يعدله، وإن الحكومة إن شاء الله تنظر بعين اللطف والعناية لكل إنسان مجتهد وتعطي كل ذي حق حق، علما بأنها عاطتهم فوق حقهم دبل الدبلات ولله الحمد. لكن بنادم قادي أبوي شرات جهنم، هل امتلأتي؟ قالت هل من مزيد؟ قايل ما يخصني ولا بتعنه ولا بتصرف في أي شيء يستوي، لكن البلدان اللي من غير شرق وغرب يتصيدوننا، أدنات الدون يستوي عندنا يشوفون هل بالتواصل الاجتماعي قالوا الكلام الفلاني ولا العلاني، يحطوننا بوية فوق قب الدقال، فوق قب الدقال، لو ما بعندهم شيء ما استوى شيء، لو ما أبوية الصدقان وادين، لكن كثرهم دبلات الدبلات الساد واللي يصطادون في المي العكرة على ما قال المصريين، يدورون المكان المدلخ شوي دلخ عقوا وغزولهم صادوا كراف اللي بيجي قدامهم يكرفونك العدل بالماي. فما شيء كالف، ليش عاد هذا كله؟ أسب شيء بسيط استوى، انشهر بأمة لا إله إلا الله، بس غلطة وحدة استوت خلاص، الماضي هذاك الزين كله صار ما يستوي، ما يستوي، هذا شيء صار واستوى خلاص. كل حد على ما قال المصريين كل ما دشوا يتعلم من عرقوبه، يعني كل إنسان سوى خطأ هو اللي بيتحاسب، ما بلازم نحن نشهر به، ما بلازم نحط قب الدقل ونقول يا فلان خلي مرمى هدف شبح غدا وتعال ثور، نخلي ربيعنا هذا اللي من جماعتنا ولا بنتنا ولا أمنا ولا خالتنا نخليها مرمى هدف شبح، تعالوا جاد وشوف تبى تصيب الشبح ولا لا، ما يستوي. هذه بوية شوفات وعوايل، عوايل كبار وصغار، ما يستوي التجريح، ما يستوي باكر بيرفعون عليكم قضايا ونحن المضررين. البلاد بكبرها هي اللي بتتضرر، لأن اللي يصيدون شرق وغرب الأعداء وايدين أكثرهم، هاي كلهم ما بين الأعداء حساد حاسدين على الخير والنعمة والفضل واللي من الله اللي نحن عايشين فيه. زين حد رابي منكم وين سايرين الحين؟ ساير الله يحفظكم الجم، راقد زين وما حتيت اليوم المجيل، او متحلج وحيوي ونشاط ولا اشكو من باس شي يلسني، لا والله بسير النادي وبتمرن وبكمل تمريني وبأدي الدين اللي علي اذا ما يتم لي في الليل، واليوم المساء بنطالع لنا بقعة يا سرت شرق ولا غرب ولا عندك ولا دونك، علم عند الله ما يندر وين بسير، يا غير حينه حق اليوم المساء طالع شرق ولا غرب بقع مني لو منه ما يندر وين، لكن اتوقع انه ما بيكون الجدوى شرات كل يوم يلسف في البيت من المغرب لين نص الليل عقب ارقد، لا اظهر بفر بسير بقعه، علم عنده اسير ميله اسير بيت اسير مول اسير شبره اسير شرق غرب
الله يبيها. الجمعة شو عن البارحة؟ البارحة ما شيء، في أوالب أبداً أبداً أبداً. أنا وثلاثة أنفار جرنين وداسش حلي حالو، خبرناكم عن البارحة. اليوم لا ما شاء الله، اليوم هي رقم كبير ها، عالم ما بوايدين شرات كل يوم. اليوم شيء أوادم لكن ما بوايدين، يعني شيء أوادم لكن ما بفل الجيم، ما بممزور لين عينه، ما أدري شو شادهنهم البارح واليوم، ما يندرى شو شادهنهم. حد يقول ظهور المعاش، يوم يظهر المعاش ما يحد وايد الجيم، الجيم ما يونه وايدين ويظهر يوم يظهر المعاش، يعني لو اللي ما يقولوا يظهر معاش، فاضل المعاش فاض. اي والله اقول لك طلعت لك حركتي وانت يا استتمرن لا اراديا ظهر في التصوير، رايني اخليها لو امسحها اكيد بترفع علي قضيه خلاص. ترى ابوي العرب تدور سبب حينه، امتهنوها مهنه حينه، اي حد يظهر قال والله ما شاورتني. اقول لكم الريال هاللي وراي توني، وانا خلصت من الارتاف قبل ما ابتدي الترابيز اذن المغرب، صرت صليت وانا جاي لان هالريال اشوفه داخل، اقول له ها وي، قال لي اول مره اشوفك في النهار، عاد المهمه تخبره شو الاخبار شو العلوم، قال لي بسير لندن الاسبوع هذا، كيف بسير لندن؟ قال لي والله بسير لندن بودي المدام، كيف يعني الحين تودي المدام؟ الحين ما بوقت لندن يعني كيف تودي المدام الحين؟ قال خلاص ترى بسير السيره اللي حقي انا بسير لها، بسير بها في النيو يير وكريسمس، الحين بودي لها يعني كيف يعني شو قصدك؟ يا رجل انت احنا راح تتابع، عديت القصه كامله انا بس زين، بتصير تقول لي خلاف امسحها ما في تسوي لي مشاكل. ابوي ترى اسوي سوالف انا، هو ريال صدق انه قال لك ما يقصد سمونه. شباب عين زين زين زين، يعني مصر على كلامك احنا بسيرون الحين يعني ان شاء الله، وسيره الشباب خلاف ان شاء الله، اصعد سيره الشباب ان شاء الله. انا شيبي ابوك انا ما بشوفها توقيتك لا بعد الشباب وعمرك. متى سيرتي انا؟ متى؟ 24 لا 20 20 ايه من 20 12 نعم لين 5 1 16 ليله ما شاء الله 16 ليله زيره ما شاء الله. اي والله ان شاء الله نتلاقى وياكم ان شاء الله اكيد، اذا الله جعلنا في الحي ان شاء الله. الحين اللي بيصير لندن الكريسماس والنيو يير ما بلاجل احتفاليتهم ولا احتفاليتنا، نحن نسير لاجل البهجه والسرور والاناس والجو، خلي الجو البلاد بكبرها تحراها غادي عروس، غادي لندن تلظ بكبرها فتسوي شيء جميل، يعني سيره الكريسماس والنيو يير لندن من اجمل الاوقات احسن. شو رايك اللي يقول لندن مبشر؟ هذا ما حر هو راي، لكن يعني بشكل عام لندن يروح مره خلاص يدمن نعم. يا رك الله. والله ظلمتكم، انا طلع الحين هالجيم مثلا الحين في هالوقت بين فطر من العالم، بين دحك خلق اللوم في ثربوليه العالم، الجيم يغلي منزول لين عين هالوقت، هالوقت يغلي منزول لين عين بين الصلاتين بين المغرب والعشاء. بصور عمري بخبركم انا وين، اقول لكم انا في البطينة الحين زين، جيت عند عرب سلمت عليهم، هاي فالتهم يبقى عليه، هاي فالتهم هذا ترى مبنى هذا تفاح، شوف والله عليك فالتهم يا ربي. هذاك الله يحفظكم مرشد، والحياة الثاني بمرشد، وهذه الجماعة كلها اللي تشوفونها وانا ياس عداني هالوحش. كم وزنك؟ 75. والحيدة؟ 65. ما شاء الله عليك، حيدة ظهرت راعي البطين اصلي سلق. لك تعشيتوا؟ زيختني؟ أنا جاي يوعان؟
يعني لحقت. انا زقت يوم شفت ابوك يعزم علي يقول لي كل وكل 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 في خاطري بيكون تعشوا. ما تعشيتوا؟ لا بعد ما تعشيت. الحمد لله زين سويت. يلا الله يبشرك بالجنه. اي والله يا ربي يا يعان. ولا قلت لهم ان هلال جاينا. جيت وتسمت نحمد واعد عاد انا وهلال، ولا قلت لهم اني جاي. الحين دخل عليهم على غفله فرح فرح. ما تشوفهم ولا قلت لهم. اي والله لا لا هناك هناك انا ما اريد الحين جالس انا اتقرب من هذا. ها طيب هذا عمر. منو عمر؟ هذا عمر البني. ايه زين. مايد عتيج. مايد بن عتيج. ايه ولد عتيج بن مايد. ايه الاول يرانا هاي في الوطين. زين. وهذا محمد المنهوبي. والله والنعم. وهذا راشد زعاد. والله والنعم. زين. عبد الله خلفان. ايه هي هذا شفت انت مطول الهرة؟ ثلاث اذرع من مدوره لين الباب ثلاث اذرع. اول مره بحياتي اشوف ادمي هالنمونه. زين. هذا ابوك. هذا هلال. هلال. ايه هلال بن محمد. هذا هلال بن محمد. وهذاك هذا خاله هلال بن محمد. ايه كلها هذا هلال بن محمد وهذا هلال بن محمد. نزيد لا من هذا من نوع التصوير بن هاي. وهذا ها العود. هذا تعرف منو هذا؟ ربيعي في طوكيو. ايه معيته امطرت. ما اللي عد بشوفك يا ابوك. امس يا ابو مطر تعشينا بنفس المطعم بتعشينا. سبحان الله انت تسع نحن عشر تعشينا. في وين؟ في البيمو. شفت ملعقة زين المطعم؟ مطعم رقم واحد. مطعم ايطالي لكنه وايد ممتاز. انا ما اعرف اسمه بعد. ما حد انت تعرف اسمه؟ لا 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 تطرق. يقولون هيا تسوي دعايه على المطاعم. لا في لكن مطعم زين ورقم واحد. تسعي اكثر مطاعم اللي في دبي اللي في هالفندق اللي في هذا طارق المسعود زين ابو احمد كان وما زال لين اليوم. ابوي ترى ريال ابوي ما عنده مشكله لين اليوم. اللي يبي ابوي نيسان وعن طريق خالد الخالدي مره ترى الديسكاونت ساري المفعول لين اليوم لين بكره. اي لكن ضروري عن طريقي انا. اللي ما بعن طريقي انا ترى ما له ديسكاونت. ابي يصيرون يدورون ديسكاونت. لا لازم عن طريق خالد الخالدي. الموضوع كان العام وعام الاول ولا قبله. الحين يوم تخبرت قال لا 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 وين احنا ما قلنا لهم. لا اي حد بي يخبر الملك فاروق. الملك فاروق كل الناس تعرفه في الوكاله اللي في الكرنيش اللي في الخالديه وين 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 سبنس. يصير عند الملك فاروق هب اللحيه هالنمونه طويل هالحمر في الوكاله هو المسؤول عن المبيعات. يقولوا له ابو ليبه نيسان ولا اي سياره معكم. نحن ابوي متابعين خالد الخالدي وام شاف ابوي سنابي موجود عندهم في السناب. ابوي هذا اوتوماتيكيا يمشي هذا الاسكان مثل الكود. هذا عباره مثل الكود اللي يبى نيسان اي سياره من سيارة نيسان يصير ابوي عند الملك فاروق ويقول لابوي انا متابعين الخالدي وضروري يرويه هذا والديسكاونت. ابوي ماشي ماشي لين تقوم ناقه صالح. ايه صح ابو احمد. ابو احمد طال عمرك جزاك الله خير مشكور. الله الله فيهم هاي بعد جماعتنا. الله كرمكم الله في مال ابو ثاني. مع السلامه جزاكم الله خير اكرمكم الله. خلي انت الراي اللي عند انا ضا خاري وحاط نعالي اول نعال خاري. ما واحد منكم قال لي نعال غاويه. منو يعلك تسلم. يلا كرمكم الله. يا رجال شباب مساكم الله بالخير. وصلت البيت وما زال الانترنت والتواصل الاجتماعي والدنيا كلها بوي مختبصة إلا بقال وقيل. عين أبوي نزل خبر في برق الإمارات والصحف والدنيا كلها تداوله أن الدولة اكتشفوا في أكبر بير بترول في الدنيا وأكبر احتياط غاز في الدنيا والبلاد طبعت من البترول من الخير. والله يا أبوك ما واحد فيهم اتطنس قال عن البلاد يبارك لها ولا يبارك الحكومة ولا
هام منهم إلا فلانة قالت تبى ما أدري تسوي منو يشتغلن، وفلان يبى ما أدري منو يشتغل. يعني حين ودر شفتوا اللي يسرط الهيب ويغص بالإبرة، هذا اللي يسرط الهيب ويغص بالإبرة. نحن أبوك هاي مصيبة. هل هذا هو جهل؟ هذا قل مهرة، قل عرف، قل معنى، قل أدب، يعني ليج في العقل. يعني حد يسرط الهيب ويغص بالإبرة، ودرتوا هالأخبار المفرحة لتثلج الصدر، لتثلج الصدر، وقبضتوا موضوع لابوي السائرين ولابوي اليايين، وما يندرى صدقه من كذبه، عدله من مايله. دعوا الخلق للخالق يا عيال حلال، رمسوا بالشيء اللي فيه فايدة، رمسوا بالشيء اللي فيه الفايدة ليرفع الصيت والسمعة والقدر. ما حد يشلح عن عمره، حد يشلح عن عمره ويمشي في الشارع. يعني بلادمي يستر على أخوه، يستر على أخته، مهما كان الحديث اللي صار، في قنوات معنية هي اللي ترد على مثل هالكلام. في ناس مسؤولة. يعني الدنيا حين ما بغابة هي مرطني وبامرطك وكلني وباكلك والقوة للقوي. لا، هذا عيل أبوي بلاد أزمة فالتو. البلاد ما بفالتو، البلاد محكومة الله يعزها من دار، ومشي لها أبوي تمشي على الصراط المستقيم. في ناس أبوي مسؤول عن هالمواضيع، ما بكل من حط له تليفون بربر وبربر 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 وبربر. شو هذا؟ شو هذا؟ يلومنا فيكم يا المستمعين، يلومنا فيكم. إن الله يحفظكم، بنزلكم الدعوة. طر شوها بالإنجليز، قلت لا لا لا، سووها بالإنجليزي والعربي. جايتني الدعوة، أو دعوة خاصة، شيء طبيعي. الدعوة المكان اللي أنا بسيل لبكرة، الدعوة مش عامة، الدعوة خاصة لفئة معينة من الناس بيحضرون الاجتماع هذا، وأنا من ضمنهم. جايتني الدعوة، قلنا لهم إن شاء الله. موضوع الاجتماع هذا والحفل اللي بيستوي، محتواه تطوير السياحة بين الإمارات والصين، تطوير السياحة العلاجية والترفيهية والتجارية. نعم، اسمه مؤتمر تطوير السياحة ما بين الصين والإمارات. هذا الاسم اللي مسجلين به المؤتمر، اللي هو بكرة بيكون في دبي في فندق فرساتشي في دبي. بين الإمارات والصين تأسست صداقة وتعاون سنة 84. سنة 89 الرئيس الصيني زار الإمارات، وابتدت العلاقات من هذاك الآن لين يومكم هذا بالتطور، ونتج عنها أشياء وايدة. من أهم الأشياء اللي استوت إن حيات الشيخ زايد مؤسس الدولة لها الجنة سنة 1990 قام بزيارة رسمية لجنتي الصين. سنة 2008 الشيخ محمد بن راشد سار الصين الله يحفظه، وسنة 2015 الشيخ محمد بن زايد زار الصين. وبعد مرور سنتين من زيارة الشيخ محمد بن زايد، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لجنتي دولة الإمارات. والعلاقة بين الإمارات والصين ما كانت اقتصادية وسياسية، لا، زادت لك 600 دبل، وصلت إلى مرحلة الثقافية والدراسية والطبية. ترى الصين من أكثر بلدان العالم تطورا في الخلايا الجذعية والطب البديل والعلاج بالأعشاب والعلاج بالأشياء الطبيعية، والمليون ولك 600 عوق لقطوا فيك أنت يا الصين تعالجين عن جميع الأمراض بدون أشياء كيماوية. هذه شطارة الصينيين، البهاس اللي فيهم ما بموجود عند أي حد في الدنيا العودة. من الأشياء الإيجابية اللي تنفع الشعب الصيني والشعب الإماراتي، أن أي إماراتي يروم يسير الصين بدون فيزا، وكذلك الصيني يروم يدخل الإمارات بدون فيزا. والإمارات من البلدان القلائل اللي تدخل الصين، لأن اللي يدخلون الصين بدون فيزا معدودين على الأصابع. الأمريكي ممنوع يدخل الصين إلا بفيزا، وهو الأمريكي جلالة قدره. رب الله تعدوهم. هاي. هاي.
Yes. Dwarka. Yes, sir. How are you? I'm fine, sir. Where are you? From where you are coming? Abu Dhabi. Zee. Yes. Why? Tundu shopping kiddo. It's why small. Huh? Tundu shopping. Zee. Yes. Now. Yes. Tomorrow wake me up. When you wake me up, yes. Don't go until I go to toilet. Hey. Yeah. At what time? Six. Six. Inshallah. Very important. Inshallah. Open the lights and open the curtain and close the AC, everything. Even I open the curtain. Everything. خلي ولا ما في. خلاص. I say that's what I say. Inshallah. Okay. Inshallah. Thank you. Open all the light. Close the AC. Inshallah. Open the doors. Open everything. Okay, sir. I have to go to Dubai. Yes. Before 8 o'clock, I have to move from Abu Dhabi. Inshallah. Thank you. Good night. Thank you. بكرة الله يحفظكم في المؤتمر اللي بيسوي في فندق فرساتشي الساعة 2 الظهر من الشخصيات الصينية اللي بتكون موجودة. شيء طبيعي الأسامي كاتبينهم ولا ما بروا مقراهن. اللي بيحضرون الله يحفظكم الجانب الصيني وزير الإعلام لمقاطعة هونانغ كاي جانغ هانغ ومدير هيئة السياحة والثقافة بمقاطعة هونانغ شين ساين شان. وإن شاء الله أن يكون رمت أني ألفظها الصح. ونخبة من رجال أعمال الصينيين يكون موجود الله يحفظكم مدير هيئة السياحة لأبوظبي سلطان المطوع وشخصيات من هيئة السياحة لدبي وعدد من أبرز رجال أعمال في دولة الإمارات اللي اهتمامهم وجل اهتمامهم في السياحة وتطوير السياحة بين الدولتين. دولة الإمارات اللي هي بلادنا يعني الله يحفظها من دار تعتبر من الدول الأكثر حيوية ونشاط في مجال السياحة وفيها من مقومات السياحة ما لا يوجد في أي دولة أخرى. وفي كل إمارة من إمارات الدولة يوجد عدة أشياء ما يوجد شراتها لا في الإمارة الثانية ولا في الدنيا العودة. أولا اللي أهم عن كل شيء الأمن والأمان موجود عندنا. هذا إذا وصل حد الإنسان يأمن على بيته بيبانك مشرعة صبح ومساء هاي روحها غنيمة. قلاع حصون طبيعة خلابة صحراء يبل سهل جبل وديان كثبان رملية كله موجود عندنا. عندك الحين شهر 10 و11 و12 و1 و2 و3 و4 سبع شهور بلادنا تازم مرد في استم وحدة اللي من شرق الأرض وغربها كلهم يتكودون. يمتاز طقس الإمارات سبع شهور باعتداله وربيعي وجميل وما شيء إشارات الجو. كيف ما تبون يجونكم؟ يوجد عندنا لا تصير بعيد دبي أطول برج في العالم أكبر مول في العالم أكبر من أكبر أحواض السمك في العالم السمك في العالم اللي هو اللي في الأكواريوم اللي في دبي مول. وشيء بعد اللي أكبر شوية عنه في أتلانتس. هذا غيظ من فيض مما فيك انت يا دبي. لو بذكر الاشياء الموجوده في دبي يا بوك يبالي دهر يبالي. هذا اولا. ثانيا ابو ظبي الحصن هي الحصن. وعندك ومن ثم الله يحفظكم مسجد الشيخ زايد هاي تحفه معماريه ما يوجد شراتها انت في الدنيا العوده من المآذن والحجم والديكور والمساحه وأشياء وايدة. مسجد الشيخ زايد في أشياء ما توجد في أي مكان في الدنيا العودة تحفة معمارية فريدة من نوعها. ناهيك عن كرنيش أبوظبي ناهيك عن الأبراج ناهيك عن ياسمول ناهيك عن فراري ناهيك عن هاي مال الألعاب اللي توم فاتحين بعد هالأرنب نسيت شو اسمه. أول متحف عالمي في العالم العربي اللي هو متحف اللوفر في أبوظبي موجود. ليوة وواحاتة
في ابو ظبي، جبل حفيد في العين، واحات نخيل العين، واحات الهيلي، متحف العين، متحف الياهلي، كم بعد لكم؟ الإمارات فيها أشياء ما تنعد ولا تنذكر من كثرها، من رومي حصر الأشياء الإيجابية اللي في الإمارات. حالنا نحن حال أبوي، أي بلاد من البلدان العظمى، قلعة الفجيرة من أهم القلاع التاريخية في الفجيرة، ناهيك عن المتحف اللي هو موجود فيها بعد، متحف طوله طول عرض عرض، توجد سلسلة جبال ما توجد شراتها في الدنيا العود من كبرها، يبالهم سود يخوفن من ما من كثر ما هن علاو، السحاب يتوسطهن من كثر ما هن علاو، وكلهم مطلات على البحر. الفجيرة بلد جميل، عندهم شواطئ مطلة على المحيط، خاطف بك أبوي حتى على على قبة سلامة. في الفجيرة شيء عندهم مياه ينبوع في قمة اليبل يظهر، مياه كبريتية تعنى لها الوادم من شرق الأرض ومغربها، مياه كبريتية للاستطباب وللشفاء وللعلاج من كل أعواق الجسم الباطنية والخارجية، وأهم ما العلاج اللي تعالج الصدفية، الصدفية والتقرحات والبثر واللي يروح كل عوق تبري. العين هاي اللي موجودة في شنتي الفجيرة تبري بوي كل عوق إلا عوق الفقر، عوق الفقر عوق البخل، اللي في فقر ما بيتغانى واللي في بخل ما بيغدي كريم، هي لنا للبخيل ما بيغدي كريم، بيصير العين يتطبب بالكرمة ما بيتطبب، يبلجس في رأس الخيمة. العالم من حينك قبل ما تي الوديان قبل ما تي الأمطار الناس أبوي صارت تتبني وتعدل هناك، شيء من أروع ما يكون، وعيمان وملقيوين والشارج وايد أشياء فيها الإمارات، ما بالله بس إلا في أبو ظبي ودبي والفجير، الإمارات كلها ككل عبارة خليط متجانس مع بعضه يجذب العرب كلها للسياحة. كل هالأشياء اللي أنا عديتها موجودة في دولة الحبيبة، كل هالأشياء اللي عديتها بالقانون والترتيب والنظافة واحترام الناس الأجنبي والوافد والسائح، له كل الاحترام والتقدير، يعني يحصلون كرامة وقدر ما يحصلونها في بلادهم، بالأخص معاملة الإماراتي. معاملة الإماراتي من أرقى شعوب العالم، لطافة وحنكة وكرم وحسن استقبال وحسن ضيافة فينا نحن يا الإماراتيين، ما بغلط أمدح عمرنا، تمدح عمرك هي نعم، إذا ما أمدح عمري وما أمدح لبلادي أمدح منو؟ أمدح الأجنبية؟ الله لا عاد، لا والله أمدح لبلادي، أمدح لبلادي أبوي، هم هل الخير، هم هل القدر، هم هل المعروف، هم هل الطيبة، هم هل الكرم، هم هالأخلاق، هم هالناموس، هم المفكرين، هم في يوجد عندنا المخترع، عندنا الدكتور، عندنا المهندس، عندنا الطبيب، عندنا كل الشخصيات المهمة عندنا موجودين، عندنا موجودين، ونجيب بعد من برا يعاونون، هاي يتعاونون بعضهم ما بعض، لكن الأولوية للإماراتي حيث أنه متعلم متشرب الكرم واليود من هالأرض، فإن كشف على مريض تبرض له، وإن دار مدير بنك أكرم العميل، وإن دار أبوي مدير شغل أكرم اللي يشتغل عنده، إن دار أبوي رب أسرة رب أجيال طيبة كانهم ذكور ولا إناث، الله يحفظها من دار. وإلى اللقاء إن شاء الله وياكم بكرة ونحن سائرين دبي الحبيب.